السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ما شاء الله نشوفوا الكاميونات اللي معروضين للبيع. نبدأ على بركة الله، نمشيو لمدينة سلا، نشوفوا هذا الكاميو هذا من نوع هيونداي اش 100. هيونداي اش 100، شوفوا التصور ديالو، من بعد شوفوا الثمن والمعلومات الاخرى الخاصة به. بدنا نتوما كما كتشوفوا معايا، هادو هما التصور ديال هذا الكاميو هيونداي. عندنا هي الهيونداي اللي معروضة للبيع، اذا كما كتشوف كما شفتوا معايا. فبالنسبة لهذا الكاميو هذا هيونداي مولاتي يطلب فيه 11 مليون 110 ألف درهم، 110 ألف درهم. هيونداي اش 100 موديل 2007 مازوت 10 الخيل. هيونداي اش 100 6 ديال الرويض، 6 ديال الرويض. الثمن ديالو كما قلت لكم 11 مليون، 110 ألف درهم. ندوزو لحاجة أخرى معنا، هاد الكاميو هذا كاين في المحمدية، كاميو كاين في المحمدية، عندنا هاد الكاميو كاين في المحمدية. بالنسبة للكاميو هذا فمولاتي يطلب فيه 18 مليون، 180 ألف درهم، 180 ألف درهم. 18 مليون كاين في المحمدية، موديل 2004 مازوت 12 ديال الخيل، كونتير 2004، كيهز 3500 كيلو، ورق صغار. هذا موديل 2004 18 ديال الخيل، موديل 2004 18 ديال الخيل. الثمن ديالو موديل 2004 12 ديال الخيل، الثمن ديالو 18 مليون، الثمن ديالو 18 مليون. ندوزو لحاجه اخرى معنا، هذا الكاميو هذا كاين في مدينه طنجة، هذا كاميو من نوع، نشوفو بعد التصور ديالو باش نتعرفوا على النوع ديالو. عندنا هاد كاميو من نوع رونو، كاميو رونو، كاميو من نوع رونو. عندنا نتوما كما كتشوفو معايا في الصندوق ديالو. عندنا بالنسبة لهاد الكاميو هدا رونو فمولا تيطلب فيه، هدا كيطلب فيه تمن ديال 12 مليون ونص، كاين في طنجة 12 مليون ونص. رونو 12 مليون ونص، 125 ألف درهم، موديل 2011 مازوت 10 الخيل. رونو ماكسيتي نقية، رونو ماكسيتي نقية، موتور اقتصادي، بيرمي صغير. هذا موديل 2011 الثمن ديالو 12 مليون ونص. ندوزو الكاميو واحد اخر معنا، هذا الكاميو هذا ميتسوبيشي افكا، كاين في مشرع بالقصيري، كاين في مشرع بالقصيري. عندنا هو كما كتشوفوا معايا كاميو هذا، كاميو ميتسوبيشي كاين في بالقصيري، كاميو ميتسوبيشي كاين في بالقصيري. عندنا هو كاميو ميتسوبيشي كاين في مدينة بالقصيري. بالنسبة لهذا الكاميو هذا فمولاتي يطلب فيه 12 مليون ونص، 12 ونص، 125 ألف درهم. ميتسوبيشي افكا كاين في مشرع بالقصيري، موديل 91 مازوت 15 ديال الخيل، نقي، كلشي كلشي فيه مزيان. ندوزو كاميو واحد اخر معنا، هاد الكاميو هذا كاميو كاين في مدينة فاس، كاميو كاين في مدينة فاس، هاهو كيما كتشوفو معايا كاين في مدينة فاس. بالنسبة لهاد الكاميو هذا فهو كاميو كيطلب فيه 30 مليون 300 ألف درهم، 300 ألف درهم.
300,000 درهم، 30 مليون، كاميون جديد. هنا مولاه ما ذكر لنا لا النوع ديالو ولا الموديل 2018، كيقول الموديل 2018 ولكن على ما كيبان فهذا كاميون من نوع ميتسوبيشي على ما اعتقد. ما عليناش، ندوزو دابا لحاجة اخرى. ندوزو لهذا الكاميون، هذا الكاميون ايفيكو او لا ايفيكو او لا داف. اذن هذا كاميون داف، هذا داف 85410، داف 85410 بالنسبة للثمن ديال هذا فمولاتي يطلب فيه 42 مليون، 42 مليون. هذا لابان، لابان موديل 2009، موديل 2009 لابان 2009 ديوانة 2014، ديوانة 2014 باقي نقية اللي ماتم مرحبا. إذا الموديل 92، الموديل 2009 ديوانة 2014 كيف الصخيرات لابان داف ماركة داف 85410، الثمن ديالو 42,420,000 درهم. ندوزو الحاجة أخرى معنا، هذا الرونو، هذا الكاميو رونو كاين في مدينة مارتيل، كاين في مدينة مارتيل، كاين في مدينة مارتيل. شوفوا التصور ديالو بعد تشوفوا المعلومات الأخرى الخاصة به. عندنا هذا رونو كاميو رونو 400. فبالنسبة لهذا الكاميو هذا فمولاتي يطلب فيه كيف مارتيل كيطلب فيه 35 مليون، 35 مليون. موديل 2006، موديل 2006 مازوت كاميو رونو اونتري بونيتا شاحنة ممتازة. موديل 2006 الثمن ديالو 35,000 درهم، 35,350,000 درهم. ندوزو لحاجة أخرى معنا، هذا الكاميو هذا سكانيا، سكانيا 360، سكانيا 360. شوف هذا كاين في الدار البيضاء، سكانيا 360، سكانيا 360. بالنسبة لهذا السكانيا هذا فمولاتي يطلب فيه 360، كيطلب فيه سيدي 35 مليون، 35 مليون، 350,000 درهم، 350,000 درهم. هذا موديل 2005 مازوت 31 ديال الخيل، سكانيا موديل 2005. كل شيء مزيان خدام، كل شيء مزيان فيه، كل شيء فيه خدام. اذا سكانيا موديل سكانيا 360 الثمن ديالو 35 مليون، كاين في مدينة الدار البيضاء. ندوزو لهذا الكاميو هذا واحد اخر، لان هذا الكاميو هذا كاين في مدينة مكناس، كاميو كاين في مدينة مكناس. شوفوا التصور ديالو، عندنا هو كما كتشوف معايا. بالنسبة للكاميو هذا فمولاتي يطلب فيه كاين في مدينة مكناس كيطلب فيه 95,000 درهم، 9,500,000، 9,500,000. موديل 2007 مازوت 8 الخيط، كاميون جي ام سي في حالة جيدة. موديل 2007 كاين في مكناس، الثمن ديالو 95,000 درهم، 9,500,000. ندوزو الكاميو واحد اخر معنا سيدي، هذا كاين في مدينة محمدية. إذن هذا رونو كاين في مدينة المحمدية. شوفوا التصور ديالو من بعد تشوفوا الثمن والمعلومات الأخرى الخاصة به. إذن كاميو من نوع رونو، كاميو من نوع رونو، هذا رونو ام 60
160 160 كاين في مدينة المحمدية 6 دروايد بالنسبة لهاد الكاميو هذا فمولاه تيطلب فيه المبلغ ديال 8 المليون 80,000 درهم 8 المليون هذا موديل 89 مازوت 2015 15 ديال الخيل السلام بغيت نبيع الكاميو مليح رونو 160 موديل 89 الثمن ديالو 8 ديال المليون اذا كان هذا اخر حاجه معروضه للبيع اخر كاميو معروض للبيع الا عجبكم شي واحد من هاد الكاميو هادو فما عليكم الا صيفطوا لي ميساج عبر رقم الواتساب اللي كتشوفوا في الشاشه 0637 10 118 ان شاء الله نعطيكم الرقم الهاتفي ديال صاحب الشاحنه كنشكركم على المتابعه واشتركوا معنا في القناه وديروا جيم باش تشجعونا باش نواصلوا نحطوا لكم فيديوهات اخرى ان شاء الله كنشكركم على المتابعه والى اللقاء.